ويطلق على من؟ يطلق على الزوج الذي يريد أن يعاشر زوجته وهي تعتذر له لسبب من الأسباب، فيستغل هو وغيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتأويل خاطئ. هذا الحديث يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، اعتذرت، فبات وهو غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى الصباح. هذا الحديث صحيح، ولكن لا يؤخذ معينة. نعم، لا يؤخذ بمعناه العام، لأن بات عليها وهو غضبان. الغضب ده سببه إيه؟ يعني إذا بات وهو راضي وهو مقتنع بسبب اعتذارها، خلاص مفيش لعن للملائكة. لكن كلمة غضبان دي قيد، البعض بقى اعتبرها إنها ناشز، أنها لا تطيعه، أنها. هل في حدود او في يعني اعذار معينه ممكن تكون مقبوله، وفي الحاله دي بالزبط ما يحصلش اللي بيتقال عليه ده، ان هو يعني لو هو زي ما حضرتك بتقولي حاله اغتصاب او اللي هو بالعافيه بالزبط، ففي كل الاحوال اكيد هيبقى غضبان، نعم، مش هيتقبل اعذارها. ايه العذر المقبول هنا؟ اولا بنعرف ان هذا الحق هو حق مشترك بينهما، اللي هو حق الاستمتاع الزوجي، وهو أهم أثر من أثار الزواج. ثانيا نعرف أن الله وضع قواعد للتعامل بيننا وخاصة بين الأزواج. أول قاعدة في هذا التعامل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. ثاني قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.